أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مثر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
كلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد صدق الله العلي.